معكم من جديد مشاهدينا مع نجمتين اليوم اللي شفتوهم من شوي في الكليب اللي كان موجود، يارا ولانا القحطاني. طبعا الاطفال لهم مواهب كثيره، واليوم ضيفاتنا تميزوا في الانشاد والتمثيل، لهم ايضا العديد من المشاركات والفعاليات والمسرحيات والاحتفالات ايضا، مثل اوبريت سلمان الحزم ومسرحيه الحطاب والاطفال وايضا مهرجان ربيع الرياض. يا اهلا وسهلا فيكم لانا ويارا. مين فيكم يارا؟ يارا ولا انا قلت لكم حتلخبط فيكم، بس هحاول احفظ ترتيبكم. طيب عارفين على اكثر عن نفسك يا لانا؟ انا لانا قحطاني، عمري 9 سنوات، صفي ثالث رايح رابع. ثالث رايح رابع. وانت يا يارا؟ انا يارا القحطاني، خامس رايح سادس، وعمري 10. ما شاء الله. طيب خليني اسالك يا يارا، ما شاء الله مواهب كثيره، مشاركات جميله، قولي لي ايش المواهب اللي انت تحبي تسويها؟ الانشاد والاله. والايش؟ والإعلام. يعني انتوا الاثنين بتنافسون اليوم، حابين تكونوا مذيعات ان شاء الله. طيب في الصيف قولي لي، احنا بنتكلم الان عن الصيف، واكثر ضيوفنا سالناهم كيف ممكن نقضي هالفتره والاجازه بشيء مفيد، ايش بتسوي الان لما تصحي من الصبح لليل؟ اشياء كذا، مواهب واشياء مختلفه عشان تتسلي وفي نفس الوقت تستفيدي. ايش تحبي تعملي؟ ترسمي؟ ايش بتسوي؟ احب ارسم، واحب اني اذا مثلا قمت احب اتدرب. تدربي على الانشاد؟ ايوه. ما شاء الله، يعني انتوا الاثنين في البيت من اليوم من الصبح لليل انشاد؟ طيب قولي لي، مين ساعدك على اكتشاف هالموهبه الانشاد اللي عندك والاعلام؟ ماما وبابا. كيف اكتشفوا الموضوع؟ لان دائما يشوفوني في البيت قاعد انشد. قدام المرايه؟ وش المايك حقك يكون فرشه ولا ايش؟ ايش المايك حقك يكون في البيت؟ ممكن قلم صح؟ اي شيء. طيب قولي لي يا لانا ولا يارا؟ لانا. انتوا الاثنين نفس لخبطوني، نفس الاسامي، نفس الوزن. طيب لانا انت كمان ايش تحبي تسوي لما تصحي من النوم في البيت؟ يعني انا بتكلم عن المواهب والهوايات. انشاد برضو؟ اي الانشاد. غيره؟ الانشاد والاعلام، واحب ارسم. ايش تحبي ترسمي؟ بنت ورسومات. انا ما ارسم غير شجر وبيت، ما اعرف ارسم شيء ثاني. ايش ترسمي؟ ترسمي بنت حلوه ولا اي شخص ابيض؟ بنت حلوه. بنت حلوه حاطه ورده زيك. طيب مين كمان اكتشف انت، يعني انت قلدتيها ولا هي قلدتك؟ لا دائما اقوم وشويه صحبه بعدين انشد. تنشدي ايش اكثر شيء تحب تنشدي؟ الرشيد. ايش اكثر انشوده تحبيها دائما كل يوم كل يوم تنشدينها؟ انشدت هلا العيد. انت كمان؟ انا تحيا الحب. يا سلام. طب انا شفنا من شوي كليب ليكم لانشوده العيد صح؟ كيف كانت التجربه انا تعتبر تمثيل صح؟ شوي تمثيل وحركات، كان صعب التصوير لانه عيد وثاني غلطوا عيد ولا خلاص مره واحده؟ متعب؟ كم مره عدتوا؟ كثير. تعبتي لانا في التصوير؟ لا ما تعبت. ما تعبتي؟ كان سهل؟ اي كان سهل. طب هذه اكثر انشوده تحبيها صح؟ اي هي هذه انشوده العيد؟ وتحايا الحب. تحايا الحب. طيب ابغاك تقولي لنا مقطع من هالانشوده المفضله عندك، او اي انشوده ثانيه انت مجهزتها لنا. تحايا الحب. يلا انتوا الاثنين حتنشدوها مع بعض؟ يلا. تحايا الحب والإكبار لكم يا جيشنا المنور، تحايا الحب والإكبار لكم يا جيشنا المنور، تحايا تحايا الحب والإكبار لكم يا جيشنا المنور، قلوب المملكة تهدي معالي الود والأسرار، على رحب المعالي تدور وفاكم ولا مشهود، نجوم في الليل السودا طه للوطن مدراه، على رحب المعالي تدور وفاكم ولا مشهود، نجوم في الليل السودا طه للوطن مدراه. ما شاء الله تبارك الله، صفقة لكم. طيب كيف حفظتوا هالانشوده؟ صراحه انا اتوقع صعبه، مستحيل احفظها، يعني سهله كانت الحفظ؟ اخذت منكم وقت طويل؟ انا حفظتها عشان في المدرسه، انا صديقاتي دائما ندرب عليها. ما شاء الله. وانت يا لانا؟ اكيد سمعتيها من يارا. اي هي اللي علقت عليها، ودخلت اليوتيوب وشغلتها قاعده اسمعها وحفظتها. طيب بما انكم ذكرتوا اليوتيوب، ايش لكم اشياء ثانيه غير هالكليب اللي شفناه في اليوتيوب؟ في اشياء ثانيه مثلا شاركتوا فيها اناشيد؟ لا. في المستشفى الملك فيصل نزلت على اليوتيوب كمان؟
ايوه ما شاء الله انتوا كل الاطفال اللي في عمركم وابني منهم ما شاء الله يحبوا يتفرجوا اليوتيوب كثير ويشوفوا اناشيد كثيره، ايش اكثر اناشيد تحب تشوفيها مثلا على اليوتيوب؟ لمين مثلا؟ مين منشدات او منشدين تحبوهم؟ مثلا حمود الخضر. مين؟ حمود الخضر او فرق انشادية. وايش كمان انتي لانا؟ انا يا فرق انشادية او حمود الخضر. طيب وكمان الاناشيد ما سهلة عليكم تحفظوها ولا صعبة تحسي شوي؟ لا سهلة. سهلة احفظها. سهلة ولا صعبة؟ سهلة. سهلة. طيب المدرسة شيء مهم صح؟ إيه. واحنا ندرس ونجتهد في دراستنا عشان ان شاء الله باذن الله حنكون شيء مهم في المستقبل. يارا ايش حابه تكوني في المستقبل ان شاء الله باذن الله؟ اعلاميه مذيعه. انت حابه تنافسيني من الحين. طيب خلينا نكمل موضوعنا لكن نشوف المشاركه الجميله مسرحيه، ايش المسرحيه هذه يا يارا؟ شوف معانا الصوره. الحطاب الاطفال يحكى عن يارا ولانا، ايش كان دوركم في المسرحيه؟ لا احنا للحاكم. حفلة ايش؟ نسوي حفلة لشهاب الدين. طيب يعني كان لكم دور معين تمثيلي؟ لا احنا ننشد الرجاجيل الكبار هم يتكلمون بعدين يروحون ورا الكواليس وحنا نمثل. طيب ما شاء الله حلو تجربة التمثيل، انا ما جربت صراحة. تتوقعوا اجرب ولا لا؟ ثلاث اناشيد. ثلاث اناشيد؟ اي بس مو ورا بعض، نجي حنا بعدين يمثلون ونجي بعدين. متعب كان؟ لا تعبتوا لا ولا لا؟ لا كم المده كانت المسرحيه يعني قعدت اسبوع 10 ايام يومين؟ لسه ما سويناها حسويها في الدمام. حاجه اشوفها ان شاء الله. كانت تجربه التمثيل وانكم تشوفوا الناس على المسرح تتوقعوا حتكون تجربه حلوه؟ ايوه. يعني طلعتوا على المسرح قبل كده ولا لا؟ لا. اي مسرح؟ مسرح ايش؟ انشدتوا؟ مثل ما فرقت على اناشيد. وكيف كانت تجربه؟ اي شاركنا بعد في مسرح سوام الغام مع فيصل رشيد فرقتها بتير، وخامس يوم العيد ما شاركنا مع فريق بلو دايموند في الخارج. ما شاء الله. وثامن يوم العيد مع فريق النمور ومباراة سلمان الحزم. ما رحتوا جدة؟ لا لسه. وشاركنا في متلازمة الداون ومشاركات. ما شاء الله مشاركات كثيرة. كيف الوقوف على المسرح؟ تحس شوي في ربكة في خوف أو لا. ما شاء الله شجاع. أنا أخاف. لا أنا أول ما بديت بس تعودت. خلاص تعودتي. يارا أنت بديتي تنشدي وتوقفي على المسرح ما شاء الله وتكوني كده محترفة، كم كان عمرك؟ من كم سنة تسعة. تقريبا يمكن تسعة؟ وأنت الحين كم؟ عشرة. يعني سنة تقريبا. وأنت يا لانا كيف الوقوف على المسرح؟ والأول مرة مو بمرة كنت أرتك، بس أول مرة كنت شوي مو بمرة بعدين خلاص. جميل. طيب خلينا نكمل كلامنا لكن معاي شهادات جميلة، خليني أشيل واحدة واحدة ولا اثنين اثنين. طيب هذه شهادة شكر وتقدير يتقدم مجلس إدارة الجمعية السعودية للإعاقة السمعية بالشكر والتقدير للمبدعة لانا مسعود القحطاني. كاميرا أربعة. هذه حقت لانا صح؟ لانا اخذتيها في ايش؟ ايش كانت المشاركه؟ كانت في جمعيه الصوم والبكاء. ايش عملتوا في الجمعيه؟ في هذا صوامع الغلال الاوبريت. فاكره الاوبريت كان عن ايش؟ عن سلمان الحزم. نفس اللي قلتوه الحين ولا لا واحد ثاني؟ طيب في كمان معانا شهادة ثانية، خلينا نشوف شهادة كمان لانا. كمان شهادة شكر وتقدير يشكر فريق وما قد تطوع المبدعة لانا مسعود القحطاني كمان عشان مجهوداتها اللي كانت فيها في مشاركة تفعيل اليوم العالمي لمتلازمة داون. ثلاثة ولا أربعة؟ أربعة. شوفي يا لانا اسمك هنا. شفتي؟ لا أنا مسعود القحطاني. خلينا نشوف كمان شهادة يارا، كمان نفس الشهادات صح؟ فاكرين هالمشاركة؟ فاكرينها؟ ايوه. ايش شاركتوا في اليوم العالمي للمتلازمة داون؟ كمان أناشيد؟ ايوه. طيب خليني أشوف شهادة يارا. الحين شوف اسمك يا يارا. وين اسمك يا يارا؟ اسمك هنا، شوفي. يارا مسعود القحطاني. كمان شهادة ثانية. هذه الشهادة كمان اسم يارا الجميل موجود. ما شاء الله، ايش احساسكم لما احد يعطيكم كذا شهادة شكر ولا درع جميل، ايش تحسوا؟
افرح. تفرحي؟ طب ما علقتوا هالشهادات في البيت؟ ما لقونهم معلقينهم؟ لا، الشهادات اللي يارا ملف ولي ملف، كل الشهادات في الملف. عديتي كم شهاده اخذتي؟ لا بس كثير. كثير؟ هالكبر ولا هالكبر؟ لا مو يعني كثير، يعني كذا شوي. انا متاكده السنه الجايه لما تجونا حيكون عندكم شهادات هالكثر، صح؟ ايش اكثر مشاركه الحين تتذكروها ابدا ما تنسوها، مشاركه يعني شاركتوا فيها مسرحيه او حتى مسرحيه الحطاب الاطفال؟ ما شاء الله. طيب جميل، في مواقف محرجه صارت معاكم في اي من هالمسرحيات او الانشاد؟ لا ابدا، ما في موقف محرج ابدا ان شاء الله ما تشوف ابدا مواقف لأن محرجه. لان في التدريب نتدرب لين خلاص ما نغلط ابدا. ما شاء الله شاطره، انا متاكده انتوا حتدربوني في يوم وانتوا حتكونوا اعلاميات ان شاء الله. نشوفكم احلى مذيعات باذن الله. شكرا لك يا لعنا ويارا القحطاني على وجودكم معنا، اتمنى لكم كل النجاح في المستقبل. اكيد مشاهدينا والشكر ايضا موصول لكم على متابعتكم حلقتنا اليوم، اتمنى للجميع اجازه صيفيه سعيده، لقائنا فيكم باذن الله يتجدد الاسبوع القادم في حلقات جديده من برنامج حياتنا.